أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج ہم سورج نکلنے کی دعا پڑھنا سیکھیں گے جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا جب سورج نکلے تو یہ دعا پڑھیں